ومن داخل أروقة المؤتمر كان لنا هذا اللقاء الهام مع أبونا مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق السرياني الأرثوذكسي. أهلا بك سيد. أهلا وسهلا، شكرا. يعني حضرتك في المؤتمر وخرجت من الجلسة مبتسم، ده أول حاجة، وإحنا في مؤتمر الأمن، علامة هذه الابتسامة؟ داخل الجلسة سمعنا إلى خطابات من وزير دفاع ألمانيا ووزير الدفاع ألمانيا ووزير دفاع إنجلترا، وطبعا كان في تسليط الضوء على المشاكل الأمنية بالأحرى العلاقات الدولية المتعثرة، خاصة ما بين روسيا ومحورها وبين ناتو ومحوره. الابتسامة كانت لأنه اللي سمعناه في داخل الجلسة حقيقة ما بيشجع كتير، لكن من ناحية أخرى في نوع من الهيبوكراسي، نوع من النظرة إلى الأمور من جهة واحدة فقط، وبالتالي سمعنا نحن وجهة نظر واحدة، إلقاء اللوم على روسيا، انسحابها من اتفاق الأسلحة وغيرها. هذا كان سبب الابتسامة، أنه وجدت في القاعة نفاق دولي. أكيد أكيد، هذا اللي شفناه في القاعة، وحسينا كمان أنه حتى مواضيع الأمن فهي مواضيع مسيسة، وهي مواضيع بتدور حول المصالح الشخصية للدول وليس مصالح العالم الأمنية، لأنه أمن العالم هو مسؤولية كل إنسان، وخاصة المسؤولين في الدول، مسؤولية كل رئيس، مسؤولية كل حلف عسكري أو سياسي أن يكون يحافظ على الأمن العالمي. والأمن العالمي مع الأسف يتطرق إليه من وجهات نظر مختلفة، وبالتالي نحن بحاجة أن يكون في توافق دولي على أمن العالم وحرب ضد الإرهاب، ضد التطرف، ضد كل ما يفسد الأمن العالمي، وهالشيء هذا ما حسينا أنه موجود، بالعكس كل جهة بتحاول تسلط الضوء على مصالحها الخاصة، وكل جهة بتحاول بتشوف الأمن العالمي من زاويتها الخاصة، وهذا ما بيطمن، ما بيعطينا أمل أنه رح يكون في أمن وسلام في كل العالم اللي نحن دائما بنحتاجه ومنصلي من أجله. كما قيل بأنه هناك العالم تفكك إلى وكأنه لعبة ويصعب الآن إعادتها مرة أخرى، هل المجتمعون في هذه القاعة أو الذين سيجتمعون قادرون أو لديهم النية أو الرغبة لإعادة اللعبة مرة أخرى واكتمالها؟ أنا بعتقد قادرين، نعم، إذا وضعوا مصلحة العامة، مصلحة العالم، سلام العالم قبل مصالحهم الشخصية، نعم قادرين أنه يجتمعوا ويتفقوا على الحفاظ على السلم العالمي والأمن العالمي، لكن إذا ما كان في توافق على هالنية وعلى هالهدف الكبير فأكيد ما رح يصير الشيء هذا. سيادة البطرك، ماذا عن منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط، هذه المنطقة الحزينة التي نكبت بأفعال هؤلاء، ماذا عنها في هذا الاجتماع؟ حتى الآن ما سمعنا كثير عن منطقتنا، صار في إشارة إلى الوضع في سوريا كيف كانت الإشارة؟ بالتأكيد الإشارة كانت حول الدول اللي لها مصلحة في سوريا وفي المنطقة، واللي عم تحاول تدافع عن مصالحها، يعني بمعنى آخر كان في انتقاد لبعض المواقف، كان في كلام عن محاربة داعش، كان في كلام عن بعض الفرق العسكرية اللي تعمل مستأجرة من قبل آخرين، اللي هي المرتزقة اللي ذكروا ما سمي ببعض المرتزقة الروس، لكن ما ذكروا عن بلاك ووتر، ما ذكروا عن وايت هيلمتس وغيرها من الفرق المرتزقة اللي أيضا تعمل حسب أجندات بعض الدول. ومستقبل سوريا ومستقبل العراق ومستقبل ليبيا ومستقبل بلادنا، وإحنا هنا في ألمانيا وكأننا جئنا إلى هنا نبحث عن حل لدى هؤلاء الذين صنعوا المشكلة، كيف الحل؟ لا، المستقبل والحل هو بإيد السوريين وبإيد العراقيين وبإيد
أبناء الشعب الواحد، شعب البلد الواحد بمختلف مكوناته. إذا ما كان في توافق بين أبناء الشعب الواحد والوقوف معا جنبا إلى جنب والدفاع عن أمن البلد وعن حرية البلد والعمل مجل مستقبل البلد، هل بلاد الخارجية ما راح تقدر تأمن لنا أمن وسلام لبلادنا، ولا راح تجيب لنا ازدهار وإعادة بناء لأوطاننا. هذا كله عمل بإيدنا نحن، بإيد أبناء البلد الواحد، وبالتأكيد الإقليم، يعني لازم يكون في أيضا توافق إقليمي في هالمواضيع هاي. على العكس، التدخل الخارجي مهما كان مصدره صديق أو غير صديق بيعقد الأمور، ما بيسهلها، لأنه التدخل الصديق لبعض الجهات بيكون غير صديق لجهات أخرى، وبالتالي بيشجع جهات أخرى على التدخل. بالتأكيد نحن دائما بنرحب بالمساعدة اللي بتجينا من دول بهمة أمننا وبلدنا، لكن حتى هالدول في عندها هي كمان مصالحها، وأكيد ما حدا بيقدر يلوم هالدول هاي لما بتجي بتدافع عن مصالحها، ومن ضمن مصلحتها يكون ربما تكون عنا بعض المصالح احنا ابناء الشعب. لكن بالاخير ابناء الشعب السوري من كل الاطياف والمكونات لازم يتفقوا ويعملوا معا من اجل بناء وطنه، من اجل اعاده الامن والسلام الى سوريا. نفس الشيء بالنسبه للعراق، لمصر، للبنان، لكل بلد في منطقتنا. سيد البطرك، طمني على سوريا. سوريا نشكر رب أفضل بكثير مما كانت عليه، لكن أمامنا تحديات كبيرة، خاصة تحديات اقتصادية وتحديات في الحياة المعاشية اليومية. صبرنا أيام المحنة والحرب والعنف، ويلزم أن نصبر أيضا في هذه الأيام، أيام المحنة الاقتصادية. العقوبات المفروضة علينا تضر بالشعب السوري، خاصة بالشعب الشعب العادي، يعني مش المسؤولين، مش الحكومة، لكن بتضر بحياة الناس العادية اليومية، من أكل وشرب وتنقل واستشفاء وغيرها من الاحتياجات اليومية. فلازم يكون في رفع لهالعقوبات الأحادية الجانب، بالتأكيد ليست عقوبات من الأمم المتحدة، هي من بعض الدول. فلازم هالعقوبات تزال عن الشعب السوري، حتى الشعب السوري يقدر يبني حياته ويرجع إلى ما كان عليه وأفضل إن شاء الله. آخر سؤال، رجل دين يحضر إلى مؤتمر أمن، لماذا؟ أكيد سؤال وجيه. نحن لسنا هنا لحضور المؤتمر الأمن بشكل خاص، نحن هنا بناء على دعوة من منظمة دعتنا لكي نتحدث عن الشرق الأوسط، وبشكل أخص مستقبل المسيحية في الشرق الأوسط. نحن نعلم أن هذا المستقبل مهدد، ويهمنا أن نعطي وجهة نظرنا في ضرورة بقاء المسيحيين في الشرق الأوسط، ليس فقط من أجل حفظ المسيحية، ولكن من أجل التعددية الموجودة في الشرق الأوسط، من أجل مصلحة شعب الشرق الأوسط. المسلمين ومسيحيين عاشوا مع بعض مئات، لا بل أكثر من 1500 عام، ومستقبلهم هو معا، ويجب أن يعيشوا معا بعلاقات طيبة، بعلاقات محبة وسلام. وهذا ما جاء بنا إلى هنا لكي نعبر عن رأينا حول هذا الموضوع، ولكي نناشد من يسمعنا بأن يساعدوننا على البقاء في أرض آبائنا وأجدادنا، بقاء المسيحية، من أجل خير المسيحية، من أجل خير الإسلام، من أجل خير المنطقة كلها. إن شاء الله تستمر الحياة الطيبة اللي عشناها، تستمر الحياة الطيبة اللي عشناها نحن مع جيراننا وأخوتنا المسلمين، ونحن بحاجة لوحدنا إلى الآخر. أنا هتوقف لحظة عن بقاء المسيحية في الشرق مهدد، يعني كلمة كانت صادمة، يعني أنا أحدثك وأنا مسلم ومن القاهرة، لكن أنا شعرت بانزعاج شديد لهذه الكلمة. بالتأكيد مهدد، نظرة على تاريخ المسيحية في الشرق الأوسط في المئة سنة الأخيرة، بنشوف أنه إيران تقريبا فرغت من المسيحية، تركيا فرغت من المسيحية، وكان العدد كبيرا في هذه الدول. العراق اليوم نتحدث عن 10% فقط من الوجود المسيحي ما قبل 15 سنة. سوريا اليوم تقريبا 50% من المسيحيين تركوا
لبنان هناك نزوح مسيحي، من أردن وفلسطين البلاد المقدسة هناك نزوح مسيحي، من مصر هناك نزوح مسيحي، طبعا هناك نزوح من أخوتنا المسلمين أيضا، لكن بسبب الأعداد الصغيرة المسيحيين النسبة هي كبيرة بالنسبة للمسيحيين، وبالتالي هناك خطر حقيقي من عدم بقاء مسيحية في الأرض التي ولدت فيها المسيحيين وانتشرت منها إلى كل العالم، من سوريا، من القدس، من فلسطين، من لبنان، انتشرت المسيحية إلى أوروبا وإلى كل العالم، ولكن قد يأتي يوم لا نجد فيه مسيحية في هذه المنطقة. وهل هؤلاء الذين خربوا المنطقة وهم الذين وضعوا اللبنة الأولى لهذا الشيطان اللي يعبث في المنطقة قادرون على تثبيت المسيحية في مكانها، أم أن المشكلة يجب أن تحل هناك؟ لو كان هؤلاء الذين يعبثون بالمنطقة يهمهم الوجود المسيحي ما كانوا بالأساس عملوا اللي عملوه، كانوا عملوا حساب للمسيحية الموجودة، لكن نحن انضرينا كثير من العبث اللي حصل في المنطقة، سواء هالعبث كان مستهدف المسيحية أم لا، لكن بالأخير استهدفت المسيحية، وبالأخير المسيحيين أصبحوا هدف لمجموعات إرهابية، مجموعات متطرفة تعمل باسم الدين، ولكن أيضا هي مسيسة، ولا بل أقدر أقول أنها أخذت التشجيع من السياسات العالمية، مما يجعلنا حقيقة نفكر هل هناك مخطط لإفراغ المنطقة من المسيحيين، ولمصلحة من يكون هذا المخطط؟ ومن هو المخطط؟ يا ريت عندي جواب، يا ريت عندي جواب، لكن هذا الإحساس اللي عم نحس فيه إنه مش مطلوب، أو ما المطلوب إنه ما يكون مسيحية في المنطقة، ربما حتى تكون كلها إسلامية، حتى يكون في أيضا مقابل دول دينية أخرى، مثلا إسرائيل يهودية مثلا. يعني للمنظر الدولة يهودية يبقى دولة إسلامية حتى تمر الدولة اليهودية، هذا مفترض يعني أو مقترح يعني. هذا افتراض نعم. سيد البطرك، ماذا وأنت تحدثت عن تفريغ إيران وتركيا من المسيحيين، يعني كيف استطاع أردوغان، لأنه مرجعية إسلامية متشددة متطرفة، فعل هذا، أم أن هناك إرهاصات أخرى لا نفهمها؟ لا، أنا أتحدث عن التاريخ، أتحدث عن قبل 100 عام و150 عام حتى اليوم. المذابح؟ بالتأكيد، يعني المسيحيون لم يتركوا تركيا اليوم والبارحة، نتحدث عن عشرات السنين قبل مئات السنين، لكن النتيجة اليوم هناك أقل من نصف بالمئة من المسيحيين في تركيا، ما بيتجاوز عدد المسيحيين 60,000، لكن لا نقدر أن ننكر أن المسيحيين في السنين الأخيرة استفادوا بعض الشيء من المناخ الحريات الدينية الذي وجد في تركيا، لا ننكر هذا الشيء، لكن بنفس الوقت هناك بعض القضايا الشائكة العالقة موجودة في تركيا بالنسبة للحضور المسيحي، منها مثلا استيلاء على بعض الأراضي، الأديرة والكنائس، وعدم السماح بفتح بعض الأديرة أو المدارس اللاهوتية اللي كانت موجودة قبلا. بس برجع أقول أنه نحن عم نطلع على تطور الأمور بالنسبة للمسيحية من عشرات السنين. إيران نتحدث أيضا قبل الحرب العالمية الأولى وما بعد الحرب العالمية الأولى، اللي حصل في السنين الأخيرة هو أكثر في العراق وفي سوريا، 90% من المسيحيين غادروا العراق، 50% غادروا سوريا، إلى أين يعني، وإيمت راح يتوقف هذا النزيف؟ بالتأكيد ما نتوقع حدا يرجع من المسيحيين اللي طلعوا من سوريا أو من العراق يرجع، وأكيد ما حدا راح يرجع. لكن هناك في مصر مثلا، في مصر مثلا كان هناك حالة من حالات الهلع والهجوم على المسيحيين من الجماعات المتطرفة، لكن الدولة الحالية والإدارة الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت إجراءات حاسمة، منها بناء الكنائس، حتى أكبر كنيسة موجودة في الشرق بنيت في العاصمة الجديدة، كان هذا رسالة للجميع بأنه الدولة لابد أن تكون دولة مدنية تحتضن الجميع الديانات، وكان افتتاح هذه كنيسة عيد المسيح، كان عيد الميلاد، كانت حدث ربما بيبنى عليه. أنا زرت كادرائية جديدة، كادرائية ميلاد المسيح، قبل أسبوعين،
كنت في العاصمة الإدارية الجديدة، وحقيقة اندهشت بالإنجاز الكبير الذي رأيته. بالتأكيد هذا عمل يحسب للحكومة المصرية ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بنى كنيسة ومسجد كأول مبنيين في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو رسالة صحيح. رسالة أن الحكومة المصرية مهتمة بالوجود المسيحي وبقاء المسيحيين، ونحن نشجع هذا الشيء. وأيضا في سوريا مواقف الحكومة السورية كان دائما مواقف مشرفة بالنسبة للمسيحيين في سوريا، لكن اليوم نحن نحتاج رسائل بهذا الشكل وأقوى أيضا، أن المسيحيين مرحب بهم في بلادهم، وأن المسيحيين يستطيعون أن يعيشون. وطبعا الضمان الأكبر للوجود المسيحي هي وجود حكومات غير دينية، غير دينية على الإطلاق، لا مسيحية ولا إسلامية، حكومة مدنية، حكومة نقول علمانية، لكن لئلا يفهم هذا التعبير خطأ، علمانية ليست ضد الدين، ولكن علمانية لا تميز بين أتباعها. هناك مبدأ المساواة، المواطنة، الحقوق، مساواة في الحقوق والواجبات، هذا الذي يضمن لنا بقاء في الوطن العربي، في دولنا التي نحن أنشأناها. نحن هناك من آلاف السنين المسيحيين ما كانوا يوم من الأيام وافدين قادمين لمصر ولا سوريا ولا العراق، هم أبناء هذه الأراضي الطيبة من آلاف السنين قبل المسيحية حتى، ولما جاءت المسيحية ولما جاء الإسلام أيضا احتضنوا أخوتهم المسلمين اللي جاءوا، لكن معظم المسلمين موجودين هم من أبناء المنطقة أيضا اللي دخلوا الدين الإسلامي. فبالتالي هذا شعب المنطقة إسلامي مسلم مسيحي، هم أبناء الأرض الواحدة، يجب أن يعيشوا على هذه الأرض بمحبة وبتأخي وبسلام. وتجربتنا في السنين الأخيرة على الأقل كانت تجربة إيجابية وجيدة، لكن اللي حصل منذ بدء ما يسمى الربيع العربي أفسد في هذه العلاقات، وأدخل ثقافة موت ودمار للمنطقة هي بغنى عنها. نحن نحتاج أن نعود إلى الأمن، إلى السلام، إلى المحبة، إلى التآخي، وإلى العمل من أجل مستقبل واحد لبلادنا. شكرا لك ساتر. شكرا لك.